السؤال الأول يقول: نريد أن نعرف عن مركز ابن عثيمين للعلم الشرعي، هل هو مركز سلفي أم غير ذلك؟ المركز بتاع ابن عثيمين وإن كان الاسم بتاعه اسم طيب على عالم من علماء الأمة شيخ ابن عثيمين، الجميع يعرف مكانة الشيخ العلمية، وهو من أحد أئمة هذا العصر، أئمة المنهج السلفي، وعنده علوم كثيرة منتشرة من الكتب والشروحات الطيبة والنافعة والتسجيلات الصوتية للدروس تحت الشيخ رحمه الله تعالى. وإن كان الاسم بتاع المركز اسم جميل ويحمل شعار يدل على المنهج الصحيح على اسم عالم من العلماء، ولكن المركز ذاته هو مركز سيء جدا، مركز يتولاه مجموعة من الفاسدين في منهجه، يعني ناس خلاصة ما عندهم بيعلموك علم خربان. ويقوانا التعلم عند أمثال هؤلاء لا يجوز، ما بجوز لك تتعلم عن زول يفسد عليك دينك. والعلماء قالوا في كلمة جميلة للشيخ ربيع حفظه الله تعالى، يقول: الجهل خير من التعلم عند أهل البدع. والكلمة دي جميلة جدا، انت عارف لئن تبقى جاهلا كما قال جاهلا سليم العقل والفطرة خير لك من أن تتعلم عند من يفسد عليك دينك. تعرف لو عندك بعض المعلومات في الدين ده، معلومات بسيطة، وبتحفظ قليل من القرآن وبتعلم قليل من السنة، يعني انت عندك علم بمكنك من صلاتك وعقيدتك تكون عقيدة صحيحة، وعندك علوم بسيطة قدر حالك، عقيدتك تمام، صلاتك صيامك حجك غيره من الفرائض عليك بتأديها تمام، يكفيك هذا، يكفيك من التعلم عند أي إنسان مش منحرف مشبوه ذاته، ما تتعلم عنده، لأنه يا أخواننا العلم ده ما دين، الدين ده مبني على شو؟ كل الدين ده مبني على شو؟ على العلم. عشان كده الإمام البخاري بوب في الصحيح باب: العلم قبل القول والعمل. أنت قبل ما تقول، قبل أي حاجة لابد تتعلم. فكذا ربنا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أول حاجة تتعلم، وإنت لو ما لقيت علم صحيح حتضيع. أصل أنت قايل المضيع الأمة دي كلها شنو؟ أنا في يقيني المضيع الشعب ده والناس اللي ضلوا والخش له زريبة فهمت، والخش لهم على جماعة ضالة، واللي شال له ضوق جو بقى لافي زي البلاغتين، كلهم الضلال كله في باب العلم. أداك معلومة غلط ما شيخك أنت وثقت فيه، معقول تقول لك شيخي ده يا أخي بيفهمها غلط؟ شيخك أداك معلومة غلط ومشيت على كده فتاوى ضللوا بها الأمة دي. كثير من الناس اللافين ديل يعني هسه في بالك الزول شال له بوجة بكل لافة بالجوامع، يعني التبليغ ديلك ده باقي لك مش في زول اداه فتوى قال له اعمل كده ولا مشى براه، في زول افتاه قال له شيل بوجة تكلف بس ده ضيع واحد. بتمشي هناك بتلقى لك واحد داق له نوبة وعرقان والعجاجة رابطة وكسرتي حرتي الهبر ملو حفروا البير جابوا له دلو والكباشي القيد في شبله جيت ازور جبله جيت اجيف قبله لولح وزقله في الفريق زقله. ده شنو ده؟ قال الكلام ده ليه؟ مش ادوه فتوى؟ مش في شيخ افتاه وقال له ده دين؟ ده الموضوع كله. عشان كده انت عارف لما تتامل الضلال ده كله نتيجته العلم الفاسد، تعرف انه اهم ما يجب عليك تعلم العلم الصحيح. والعلم الصحيح ما بتتعلم الا من زول موثوق، ما اي زول بيمشوا، انت بتمشي لساي؟ اصل انت لما تخش السوق دار تشتري لك طماطم ب
بتشتريها ساي كده بس بتغمض واقرب واحد بتشيل منه وتمس تقعد تعزل. لا دي مكسره ودي ما تعرف قديمه بتعزل ما بتشتري ساي. لو دار تشتري لك مركوب بتلف السوق ده كله، ده مركوب جنينه وده مروابه وده خرطقه، فهمت؟ لا في تلقاك بالسوق بتفتش يا اخواننا الدين ده ياخدوا ساي. عشان كده محمد بن سيرين عالم من علماء الامه قال ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. تفتش زي ما بتفتش في المركوب، الدين ده نفس النظام. تعرف اول حاجه وشنو ذاته، فهمتني؟ زمان في العهد الاول في عهد الصحابه رضي الله عنهم وبدايه عهد التابعين، كان الناس من الصحابه ثقات كلهم. يعني لو في صحابي ده قال قال رسول الله، انت مش تزال تقول لهم ها الصحابي ده كيف؟ ثقه ولا ما ثقه؟ ما في صحابي بيزعلوا منه. صحابي قال الرسول الله قال خلاص الموضوع انتهى. صادقين؟ عشان كده روى الامام مسلم في الصحيح عن ابن عباس وعن غيره والاثر عن ابن سيرين قال كانوا، يعني الاوائل الناس اللي تعلموا من الصحابه، كانوا لا يسالون عن الاسناد. تعرف زمان زمان العلم بس من الصحابه، ما بيسالوا لك يقول لك ده منو وزول ده بيكذب ولا ما بيكذب وبيحفظ ولا ما بيحفظ، لا لا لا، كانوا لا يسالون على الاسناد، ما بيسالوا، بيتعلموا ساي زمان. قال فلما وقعت الفتنه، شوف ده في عهد التابعين، ده من العهود المباركه. قال فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم. بعد ده ثاني ما في علم ساي، خد بالك علم ساي ثاني ما في. سموا لنا رجالكم. قلت قال رسول الله، بقول لك سمعت انت؟ انت سمعت؟ لا. حدثك؟ حدثك منو؟ ورينا اللي قال لك منو. سموا لنا رجالكم. قال فينظر الى اهل السنه. الزول اللي قلت مثلا حدثني فلان عن عروه ابن الزبير، ها خلاص ما في كلام. عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه، ده اسناد ما فيه كلام. هشام بن عروه ثقه، ابوه عروه بن الزبير ثقه، بيحدث عن عائشه رضي الله عنها صحابيه جليله، ما في كلام. قال فينظر الى اهل السنه اللي بتحدث عنه ده، اجبت عنه الحديث، اذا كان زول في دينه تمام ده ما بيسالوا خلاص بياخذوا منه طوالي. قال وينظر الى اهل البدعه فلا يكتب حديثهم. مبتدع؟ جيت قلت حدثني فلان، ده مبتدع، ما بيكتبوا لك حديث منه. شوف شغلتك يا زول، بقول لك ده مبتدع. يلا هسه تعرف في ناس في زمننا ده، اتخيل ده زمن التابعين، زمن التابعين بيفتشوا بيقول لك ده شيلوه وده ما نشيلوه. في زمننا ده بعد ما البلد انملت بلاوي وشيوخ حراميه، شيوخ بتاع الدين حرامي سايو وشحادين، ده كمان ده اللي انتسبوا لاهل السنه من بين حرامي لشحاد، ده المنتسبين لو واحد تلقى دقنه لقينه في النهايه تفتش في موضوعه تلقى ده يضرب له قروش بس ده حرامي. واحد ثاني بيجي بيتلصق عند بتاعنا القروش، تلقى عنده برج كبير، تلقى قاعد عامل فيها المفتي بتاع البرج، ما عامل فيها المفتي بتاعه، ده برضه شفت ساي، فهمت؟ شحاد دار ياكل بالدين. انت لو بتشحد وبتقول فتوى صح ما في مشكله، اشحد ساي، لكن ادي فتوى صحيحه، فتوى مبنيه على الكتاب والسنه، لكن باقي لك الفتوى الصحيحه بتجيب قروش؟ في فتوى حق بتجيب لك اكل؟ ما بتجيب. يعني تيجي تفتي الجماعه تقول لهم المولد بدعه، اها، وثاني صوفيه اصحاب ضلال واصحاب شرك، اذا بتفتي فتاوى زي دي بتجيب قروش؟ قرش واحد ما بتلقاه، جنيه دي ما بتجيبه لك. الفتاوى اللي بتجيب القروش انت بتعرفها؟ في فتاوى ثانيه بتجيب قروش. تقول لهم الامه بخير يا اخوانا، محمد بخير، ما عندنا مشكله، كلنا سوا، صوفيه سلفيين كلنا، ما في مشكله. دي الفتوى اللي بتجيب القروش ذاتها دي. طوالي بيرجعوا يقول لك يا سلام يا ولانا، كلامك بخش القلب، خش القلب بتاع شنو؟ دي كضمه ساي، لعب لعب، فهمت؟ عشان كده انا دايرك تفهم من كلامي ده كله انه العلم ده دينك، علمك دينك، ودينك مبني على علمك، ما تفرط في دينك. الجلابيه ده هسه لو جاء واحد قال لك القماش ده، هو القماش سبع اصفار وثلاثه اصفار، وتلقاك بتفتش وده بيه كده وده بيه كده وبتغالطه، ممكن تدي بنيه.
لكن في الدين ده الناس بيقول لك يا اخي والله سمعت لي عالم قال كده ساكنه بس اعرف تعرف. شوف الان الاعلام الشغال ده شوف والدعاة الشغالين في الساحه اغلبهم دعاة بتاع ضلاله اغلبهم الغالبيه العظمى والغالبيه الساحقه علماء بتاع ضلال ما بدوك الحقيقه يلف ويدور عليك ويجيب لك حديث ضعيف فهمت هسه اللي بيتكلم عنه شيخ ادم قبل شويه ده وبلف وبدور ودارك تنادي الشيخ بس دارك ترفع يديك تقول يا احمد تجاني ايه فالحقنا ويا بكسكتك انت عارف دي ممكن يغشك انت ما تكون ما عارف حاجه يغشك يقول لك الكلام ده جابه ابن تيميه في كتاب الكلمه الطيب انت طوال بتتخلع يا معقول ابن تيميه عديل الكلمه وابن القيم كمان يقول لك في الوابل الصيب يا اخ معقول وابن السني ده السلفيين كلهم وابن السني جابوا معقول اها معناه كلامك صح كلامه صح بتاع شنو جابوا ابن تيميه وجابوا لكن جابوا قالوا صح ولا قالوا ما صح انت عارف المعلومه جابوا ورواه بصيغه التضعيف ذاته رواه بصيغه وما صحيح وفي النهايه لو ذاته نقلوا لو قالوا ابن تيميه قول قالوا هل نعارض القران يعني نشيل لنا كلام بتاع ابن تيميه نخط ضد القران معقول ما بيجي الكلام ده عشان كده يا اخواننا من السؤال الاول ده اللي بيسال عن مركز ابن عثيمين ده القائمين عليه مجموعه من الاخوان المسلمين واحد اسمه ابو هريره اخو مسلم ده فهمت وثاني مجموعه عاملين لك فسلفيين واي واحد بيجيك بيديك انه سلفي شوف الشغله زي ما بيقولوا عندنا بالعاميه بيقول لك ما المدردم كله ما ليمون اي حاجه مدردم ليمونه ممكن تكون حميضه والله تاكلها تطلع روحك تكتلك فهمت كلامي؟ فالكلام ده مركز ابن عثيمين ده مركز بتاع اخوان مسلمين ما تمشي تحت اليوم يقول لك دورة كتاب التوحيد كتاب التوحيد انتوا مالكم وماله؟ عندكم علاقة مع كتاب التوحيد؟ طيب السؤال الثاني قال هناك جهة معينة لجمع التبرعات من أموال وأسلحة إلى السلفيين في سوريا والعراق ومن من هي قال هذه الجهة المسؤولة عن هذه التبرعات؟ أنا والله ما بعرفها لكن أنا دار أديك نصيحة أنت دار تتبرع عندك قروش لا تطلعها أنا الشيء اللي بعرفه الصدقة دي تبدأ بالأقرب ثم الأبعد ثم الأبعد يعني الآن إحنا عندنا مشكلة بتاعت فقر في السودان ده ولا ما عندنا؟ ما في؟ خلاص الناس اكتفت؟ ما في مشكلة هنا؟ الفقر عندنا موجود هنا ده في بلدنا أنت اللي بيوديك تمرق في سوريا شنو؟ المارقك شنو انت مش داير زول مسكين يقول لك يا اخي في ناس هناك ما لاقين محل يبيتوا فيها وهنا ما راقدين النوع ده عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فان هم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على منو؟ على فقرائهم فقرائهم هم يعني الفقير بتاعك انت عندك بياي جماعه ما دعشوا نايمين ساي بايتين القهوه وحق الشاي الصباح ما عندهم انت تقول لي انا ماشي عندي تبرعات موديها سوريا ديل من المساكين ديل اللي بتبرع لهم منو؟ اول حاجه لانه الناس اللي بيقول لك موديننا سوريا انا اللي بعرف الغالب فيهم عباره عن حراميه الغالب فيهم يقول لك سوريا عشان انت ما بتشوف الوداع لسوريا دي وينها؟ لانه لو قال لك انا موديها بهنا في الجماير ولا كده انت تقول لك خلاص بوديها برا هنا ما الجماير هذه هنا لكن بيقول لك سوريا انت سوريا لا تقدر تمشي معه ولا تقدر توديها براك تقول له سوريا أي والله احنا ما بنقدر نمشي لكن كده وديها انت الله يعوضك ده بياكلها سوريا قريش ما بيصلها قريش واحد بيمشي معه عشان كده انت يا زول عندك صدقه دار تتبرع الفقراء موجودين دار تبني مسجد ابني هنا في البلد دي دار تقدم اي صدقه قدمها للاقرب لو اكتفى الناس اللي عندك بعد ذاك امشي للابعد من المسلمين فالابعد ده الشيء اللي بعرفه انا في الشرع. طيب السائل بيقول الطائره السودانيه التي ثبتها الشيخ البرعي
قال لماذا الحكومة السودانية موت الشيخ البرعي؟ أليس هذا من سمات الأولياء؟ أم هذا الشيخ ساحر؟ كلا طبعا، ولكن بعض الجماعات من سوء أدبهم لعلماء المسلمين، علماء المسلمين ده ناس البرعي ولا منو؟ كويس كده أنا جايب. قال يكفرونهم ويقولون أنهم دعاة الشرك ويتكلمون وكأنهم يتكلمون بغير موضوع الذي وضع الله الكلام ولا شو ما عارف. قال وكأنهم مأجورين لتدمير الإسلام، ماذا تقول عن هؤلاء؟ طيب بوريك أنا بقول شنو. أول حاجة قال الطائرة السودانية اللي ثبت البرعي في طائرة وقال الناس عجزوا عنا. شوف ده لو حصل وده كذب طبعا، وهذا تصدق برع يمسك له طيارة؟ انت بتلعب علينا احنا ولا شو؟ ما في برع يمسك له طيارة، وإلا لو بيمسكها طيب أمريكا دي راجبها شنو؟ ما يمرق إيده دي من محله دينا، أوبا يكتل الكفار ديل وريحنا منهم لو أصلا بيقدر على كلام زي ده. وجون قرنج بحارب كم سنة؟ جون قرنج ده بحارب كم 21 سنة بقاتل وكتل كثير من أبناء الشعب السوداني. وين كان البرعي؟ ولا كان معارضة؟ كان وين؟ فهمت كلامي؟ فأشوف إذا كان بسبب الطيارة ولا بطير هو ولا كده يورينا هسه إحنا دارين نموذج. خليه يسبب الطيارة، أنا بدي عليه طوبة في الهواء ده، خليك بوضة يا أخي. ما فهمت كلامي؟ لكن لو سلمنا جدلا، سلمنا انه البرعي ده قبض طيارة في الهواء وبنزلت تحت، هل هذا يمثل سمة من سمات الاولياء؟ ده معناه لصالح يعني؟ ما معناه لصالح. انت عارف المعلومة دي، لو طار هو ذاته طار فهو في الهواء دفات، هل هذا يمثل لصالح؟ لا. ده ما علامة. ابن تيمية في الفتاوى يتكلم عن نماذج من الخرافات وخوارق العادات، مجموعة جابها في الفتاوى، قال منهم من يطير في الهواء ويملأ إبريقا من الهواء، قال ومنهم من يختفي عن أعين الناس. كن قاعد معاكم كده بعد شوية أبو يا الشيخ وينه؟ ما في فات وين؟ ما معروف. قال يختفي أحيانا عن أبصار الناس، قال ومنهم من يطير إلى مكة فتحمله الشياطين، طائر فوق يجيك ماشي لحد مكة ويجي راجع تاني، فهمته؟ وذكر مجموعة من الخرافات ومن خوارق العادات. بعد ما انتهى منها قال وليس في ذلك ما يدل على أن صاحب هذا ولي لله. ما معنى ولي؟ تطير تقعد، ما ولي. واستدل على أن خوارق العادات اللي الآن عمدة الصوفية في اعتقاد أن الرجل ولي صالح أنه يكون عنده خوارق عادات. انت عارف ده موضوع الصوفية كله هنا، بس تقول له شيخ كنت صالح؟ يقول لك صالح نعم. طيب الدليل شنو على انه صالح؟ يقول لك والله الدليل اليوم ذاك نحن قاعدين معاه في البيت وقال لنا دايرين شنو؟ واحد قال داير بطيخه والثاني قال داير دجاج. يقول لك مد يده كده كب جاب لنا بطيخه هنا وهنا بجاي دجاج. يقول لك يا سلام ولي صالح بالله؟ منو قال لك صالح؟ السلام عمله قدامنا، ما معنى صالح؟ وده اللي كان بيعملوا الحلاج زمان، تكلم عنه الذهبي في سير اعلام النبلاء، وتكلم عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، كويس؟ الحلاج عشان كده ابن تيميه قال الخوارق دي بيعملوها بواحد من امرين، واحد من امرين، اما بالاستعانه بالشياطين، دي نمره واحد، استعانه بالشياطين، نمره اثنين قال واما بحرفنة وبهلوانية، يكون عنده ذكاء بس زول ذكي. الحلاج ده كان عنده شغل بتاع الذكاء، بغش الجماعة، بيجي بالنهار كما ذكر الذهبي في سير علام النبلاء، قال يأخذ معه أحد المريدين، يقول له رحنا في الصحراء، يدفن هنا عنب وهنا حلوى وهنا نوع آخر من الفاكهة وهنا طعام آخر،
يدفيني في محلات الحوار بيكون حافظهم، بيكون قاتل طوبة جنبي ولا حاجة، بيكون عارف محلاتهم. يرجعوا تاني هناك لبقية المريدين، يقوم الحلاج يقول لهم ما رأيكم في خروج إلى الفلات، نمرق الليلة إلى الخلاء. طوال المريدين ما تبعوا، أرح يقول لا أبو الشيخ أرح نمشي، ورر بيمشوا إلى الخلاء. لما نمشوا المريد القبيل ذاك الدفن معه، يقوم يقول للجماعة ماذا تشتهون؟ واحد يقول نفسي في حلوى، ذاك يقول فاكهة، ده يقول سمك، ده كده أي واحد بيختار. فذاك الحلاج يعمل فذاكر لله، كذاب مجرم، يعمل فذاكر جاري سبحة. ها بعد شوية يقول لهم، يقول المريد بتاعه أخرج الحلوى من ها هنا، أمرق الحلوى يقول له، ذاك طوال يمشي حفر يمرق الحلوى، جماعة طبعا بينطط عيونهم، يا سلام يا أخي صالح، أشهد بالله يقول إنه صالح، صالح شنو دفنه قبيلهم؟ طب تلعب دفنه. ولذلك ده نوع من الحنكة، زي الحاوي زمان بيجيبوا لنا في المدرسة، ما جابوا لكم زمان في المدرسة الحاوي، يقول لك يجيبوا له بيض ينجض البيض كده قدامك سريع كده، اوه بياكل البيض، بعد شو يقول لك انا دار بيض، ده الحاوي ذاته يقعد كده يمرق لك بيضه ولا كراسه. طبعا احنا زمان شفنا صغار بطانين، يقول لك اوه الله يبيض، بس شفناه بيض بيض، شنو هذول؟ ده شايله في كم القميص بتاعه بيعمل لك كده بيمرقها، يقول لك انا بيض، في راجل ببيض انت مسكين. فدي عباره عن حنكه، حنكه منهم واسلوب للخداع، وده نوع من انواع السحر لكن بالبهلوانيه كده، فهمت كلامي؟ النوع الثاني في نفس النوع ده، ابن تيميه ذكر مناظره له مع ناس يسمون البطائحيه، نفس النظام بتاع دين، ناس بشرى وحميده بصلعه والبرعي وكلهم يسمون البطائحيه. البطائحيه هؤلاء عندهم نوع من الاحتيال على النار، بيتمسحوا بزيت الضفادع ودهن النارنج، ده اللي بيتمسحوا به، ده عازل ما بخلي النار تصلهم. يجوا طوال داخلين يقولوا احنا بنتحدى اي زول، نحن بندخل النار، ندخل النار يا ناس، ويقول اوه وهؤلاء صالحون، عملوا فتنه كبيره جدا، الناس قالوا ده صالحين نخشوا النار ونار بتاكلهم. ابن تيميه لما جاء معاهم في المناظره قال وتكلمت بكلام شديد، اتكلم كلام شديد قال، وزجرهم زجر شديد، قال لهم انا معكم، ادخل انا من هذا الباب وانتم من هذا الباب، نار محله مليانه نار، انا بخش قال لهم بالباب ده وانتم تخشوا بالباب ده، بشرط قال ان نغتسل بماء الورد، مويه الورد دي بتشيل الدهن اللي فوق اليوم والنار بتاكلهم بعد ده، قال لهم نغتسل ونخش كلنا، يلا انتم بالباب ده وانا بالباب ده، قالوا لا 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 ما داخلين، ما داخلين قدام الحاكم. زمان المناظرات الحاكم بيكون قاعد، الحاكم قاعد قال اذا انتم كذابين تنجلدوا، قالوا تتادبوا. ابن تيميه قال لابد ان يتادبوا ويرجعوا الى الشرع، زجرهم وانجلدوا وادبنا الحاكم وانتهت الفتنه بتاعته. سحره ومجارمه، السحر ده احيانا بيكون حرفنا ساي ما معه شيطان، بس حرفنا منه بغشك، واحيانا يكون بفعل الشياطين، فهمتني؟ وعلى اي حال شوف الزول بيعمل حاجات زي دي ما معناه ولي صالح، انا دارك تفهم المعلومه دي. لا يمثل وليا صالحا لو طار في الهواء ومشى على وجه الماء، ما معناه ولي صالح كله كله، لان الولي الصالح يا اخواننا ما يعرف بالطيران. انت قال نحن في سيرك العالمي ولي صالح ما بالطيران، ولا تخش في الواطه وتمرق، ده ما معناه صالح. الصلاح بالايمان والتقوى، ده الصلاح، يعني زول الصالح المؤمن التقي. والدليل على ذلك ابن تيميه ذكر الدليل على المساله دي، قال المسيح الدجال، بتعرفوا الدجال ده بيجي في اخر الزمان، مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب كده هنا كافر عديل، كمان مش كافر ساي، مكتوبه فيه الشهداء كافر او كافر، ده كافر عديل. المسيح الدجال عنده خوارق عادات ولا ما عنده؟ عنده خوارق صوفيه كلهم ما يقدر يعملوها، اكبر صوفي الان ما يقدر يعمل الشغل بتاع المسيح الدجال. قال يقول للسماء امطري مطر، كمان عديل يقول المطر انزل، انت بتعاين بعينك، ده انت عارف لو جه هنا في سوق ستك بجهجي لك الامه دي كلها،
انا متاكد غايته ده، وهو بيجي يعني اصله في اخر الزمان بيجي وبلف الارض دي كلها 40 يوم يلف لك الوطن دي كت. اصله باقي لك الصوفيه ده في واحد ثاني بتقدر تقنعه انه ده دجال؟ ده بتقدر تقنعه انه ده دجال وده كافر؟ تقول له مكتوبه هذيك كافر في وشه، يقول لك لا كتبتوها انتوا يا زول، كتبناها احنا كيف؟ ده مكتوب في وشه كافر، يقول لك ده ولي صالح قال المطر انزل نزلت ويقول للارض انبتي فتنبت تنبت الارض، قال ويدخل الى الخربه فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، الكنوز كلها تمرق وراه. شفت كيف؟ ده معناه خطر جدا. هل مع الخوارج دي كلها المسيح الدجال يمثل ولي صالح؟ كافر كبير بين الخوارج بتاعته دي. ولذلك عشان انت ما تتخدع، ما يجي زول يشيل لك ثعبان. مره بحضر في مقطع في الانترنت ناشرينه، قال حيران الشيخ الكباشي قال عندهم سر العقرب وسر الدابي، والعقرب قال ما بتقرصم والدابي ما بعضيهم، فهمت؟ واحد بيلعب بالثعابين كده في ثعبان يمرقوا بيه جاي ويدخلوا بهنا. يا زول ده يا اخي قول صدق، قول الثعبان ما عمل لك حاجه، اها افرض ما عمل لك شيء، عقرب دخلت بين خرتك مرقت بخشمك، اها معناه ولي صالح يعني؟ قول انت عقرب ذاتك ولي صالح؟ ما معناه ولي صالح يا اخي؟ ما دي خوارق عادات، ممكن يعملها ساحر، ممكن يعملها دجال، ممكن يعملها مجرم، مجرم ممكن يعملها، لكن هذا لا يدل على ان صاحب هذه يمثل وليا صالحا ابدا. كل هذه خوارق وغيرها الا ما كان من كرامات الاولياء، ممكن كرامات الاولياء ربنا يكرم ولي من الاولياء بشيء من خوارق العادات، لكن طبعا الكرامات ما دي حقت الصوفيه دي، الكرامات ما بتختلف مع الكتاب والسنه، يعني ما ممكن تبقى كرامه بشرب المريسه، يعني انت كمان ما يغشوا لك كرامات الاولياء، كرامه الاولياء ما بتكون ضد القران. اصل الصوفيه عندهم يقول لك من كرامات ابونا الشيخ شرب المريسه، يشرب مريسه دي كرامه؟ دي مخالفه لنص القران. ها ده بيطق عليك طبقات الضيف الله اسمه خليل الرومي، قال اصله دنقلاوي، انا ما عندي مشكله مع الدناقله، لكن الدنقلاوي ده ساليهم عامل فيها ولي صالح، قال له المريسه قال صفوها له كمان دايره نظيفه، قال صافي كده صفوها له بمزاج طق له برمه بتاعت مريسه، ده شيخ اذا كان شيخ الطريقه بيطق له برمه، الحيران يشربوا كم يعني؟ برمه بتاعت مريسه شربها شك. بعد ده قال للمره قال لها قال لها امشي هناك المره بتاعت، قال في الشذر هناك امشي ليها، كذب ولعب بالشرع. الكرامه ما بتختلف مع الكتاب والسنه، ما بتكون معارضه للقران. يعني تخيل معاه الصوفيه قال من كرامات في الكتاب بتاع النصره العلميه، من كراماتهم قال في ملك غلط مع الله. اسالك الله من الله خلقك؟ انت سمعت لك في كتاب من الكتب السماويه في ملك بيغلط مع الله؟ قال ملك غلط مع الله، لما غلط قال نزل تلف في الحلقه بتاعت الشيخ، حلقه ترى دي حقتنا دي. كويس؟ الشيخ قال قاعد فيها، بعد شويه الملك تلف من السماء فوق تلف. قال بعد شويه مش الملك نزل؟ الشيخ طار. ده ما فيلم هندي، ده شنو انا ما فاهم؟ الشيخ طار. لما الشيخ طار بعد شويه جا راجع الشيخ والملك طار فات. اها الجماعه سالوه قالوا ده شنو يا شيخ؟ في شنو الحاصل؟ ده بيطير وده بيقع، احنا ما فاهمين. قال هذا ملك من الملائكه وقعت منه هفوه، غلط لي غلطه كده مع الله قال. فقال فنزل يستشفع بنا. قال لي الشيخ عليك الله امشي يا الله وريه كده وقول له غلط وكده. قال نزل يستشفع بنا فقبل الله شفاعتنا فيه. قال انا مشيت لله قلت له يا اخي كده ولا اتجاوزوا المساله دي وتجاوز لي دي استفيد المصدقه؟ دي مش مخالفه للقران؟ ربنا قال لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ملائكه ما بيغلطوا مع الله. لكن الصوفي ممكن يطلع لك انه الشيخ ما بيغلط والملائكه بتغلط، لكن ابويا الشيخ ده ما بيغلط، واي كلام بيقول ابو الشيخ. شوف كرامات الاولياء ما بتكون بما يخالف الشرع وينقض القران والسنه ابدا، انما بتكون في مصلحه العبد لحجه او حاجه. زول جعان كده انت ما عندك اي حاجه مفلس وشي ما عندك، رفعت يدك يا الله يا الله والله انا جعان يا الله انا جعان اكلني يا الله، ماشي في الشارع لقيت لك تفاحه واقعه الله اكرمك كلها وامشي. ممكن ربنا يكرمك بيده وبغيره من خوارق العادات
ممكن ربنا يكرم بها انسان على صلاح وعلى تقى، ربنا يكرمه بها. لكن ماذا الشغل بتاع الصوفيه ده؟ على اي حال الطياره بتاعت البرعي دي ثبت البرعي ما ثبت البرعي، فهمت؟ في النهايه لا تدل على ان البرعي ولي صالح مع الشركيات اللي بينشر فيها البرعي والضلالات والكفريات الموجوده في الكتب بتاعته. وانتم لو تابعتوا البارح كان في برنامج عمله شيخ مزمل في قناه جون، استضافوه في القناه وكشف الموضوع ده كشف محترم جدا. انا من الله خلقني ما قابلني كشف للصوفيه في التلفزيون. اظن الشعب السوداني ده من زمن بعانخي ما لاقوا كلام زي ده، كله كشف محترم. انصار السنه شغالين في الاعلام ده سنين، يوم من الايام ما سمعنا كلام زي ده. شيخ مزمل ده اول فرصه ادوها له وضح للناس حقائق. في كميه اتصلوا صوفيه وناس عاديين ساي قالوا والله نحن اول مره نسمع كلام زي ده. وقالوا يا والله نحن تبنا من حاجه اسمها تصوف عديل، تبنا من حاجه اسمها تصوف. لما سمعوا الحقائق دي اخجلوا يا انصار السنه، اخجلوا اخجلوا. 100 قناه شغاله، اذاعات شغاله، يا اخي ما بتستحوا من الله؟ ما بتستحوا؟ والمسؤوليه امامكم والشعب ده كله راجي منكم كلمه حق تقولوها في ضلال بتاع تصوف سنين اهلك الشعب السوداني واهلك الامه السودانيه وضر البلد دي، ضلال بتاع صوفيه. وانتم بامكانكم تقدموا كلمه الحق وتنفعوا الامه. ماسكين القنوات بتاعتهم دي فهمت؟ شغالين لك بيعلنوا شطه بالفلفل وما تعرف ايس كريم واعلان. يا اخي وقت الاعلان ده لو جبت للناس الكتاب بتاع البرعي وقريت لهم قلت لهم ده الضلال اللي البرعي ضلل به الشعب السوداني، مش الخير بينزل علينا؟ مش البلد دي بتمشي لقدام؟ لكن ديل حق عليهم ان يسموا بدعاة السوء، كاتمين الحق، ما افادوا الامه، ما علموا الشعب ده، خدعوهم. جابوه في التلفزيون محمد الامين اسماعيل يجيك طالع بشال بتاع صوفيه، شوف الغش ده بالله، غش ولعب على الامه. يجيك طالع بشال بتاع صوفيه ويسالوه عن المولد يقول نحن والصوفيه كلنا بنحب النبي. الله بيسالك عن هذا الخداع والغش للامه واللعب بعقائد المسلمين. والله ربنا بيسالهم وعند الله يجتمع الخصوم. ونحن والله اي كلام هم قالوه وغيرهم من اهل الباطل قدر اللي ربنا بقدرنا عليه وبننكر عليهم وبندوم لك في الحلقات دي بالتقيل، لانهم لعبوا على الامه وخدعوا هذا الشعب المسكين اللي بينتظر منهم معلومه ممكن تنقذ بها امه من الناس. انت تضيعهم يا اخي عشان تاكل لك قراشات عشان يدوك قروش، تضيع امه من الناس ممكن تديهم معلومه، تلفزيون حقك، القناه حقتك بقروشك، ما تكلم النازل يا اخي، ما تنقذ الامه دي. لكن غرتهم الاموال اللي بيدفعوها لهم والمناهج اللي جابوها لهم الناس عبد الحي يوسف، ادوهم قروش بجاي وادوهم منهج بجاي، منهج بتاع اخوان مسلمين. والله المستعان وعليه التكلان. السلام عليكم.